قبل بداية إطلاق أي نسخة جديدة من نظام تشغيل أندرويد، شركة جوجل دايما بتحرص إنها تقدم للمطورين نسخة ديفيلوبر بريفيو من نظام التشغيل، والمرة دي جوجل بتقدم لنا أول نسخة تجريبية من النظام اللي هيجي باسم أندرويد بي. أهلا بيكم في فيديو جديد، أنا مصطفى الطويل، والنهاردة هنلقي نظرة سريعة على النظام الجديد وأهم التعديلات والمميزات الجديدة اللي حصلت للنظام. قبل ما نبدأ لازم تبقى عارف إن البريفيو دي نازلة للمطورين، وهي متوفرة بس لتليفونات جوجل زي بيكسل 1 وبيكسل 2 وتليفونات نكسس، والنسخة دي من الأندرويد مش مستقرة، فما انصحكش إنك تنزلها على تليفونك إلا لو كنت مطور أو ما بتعتمدش على التليفون اللي هتنزل عليه البريفيو بشكل أساسي. نخش على طول في نظام التشغيل. أول تغيير حصل في النظام وهو اللي هتلاحظه أول لما تستخدم النظام الجديد، وهو الشكل الجديد للأيقونات والأب دروور، واللي بقى باللون الأبيض الفاتح، وكمان بقيت بتقدر تفتح الأب دروور عن طريق السحب لفوق في أي مكان في الشاشة. تاني حاجة هو تغيير المكان اللي بيظهر فيه مستوى الصوت لما تستخدم الزراير اللي موجودة على جنب الجهاز، وبقت بتظهر في جنب الشاشة بعد ما كانت بتظهر فوق بعيد عن وصول المستخدم، ودي خاصية مفيدة خصوصا لو أنت بتستخدم الموبايل بإيد واحدة. لما بتضغط على زرار الباور بقى بيظهر لك اختيار إضافي، وهو أخذ سكرين شوت من الجهاز على طول بدل استخدام اختصار زرار الباور والصوت مع بعض. لوحة الإشعارات برضو جوجل غيرت شكلها وتصميمها بقى لونه أبيض هو كمان، والرسائل والإشعارات بقت مجمعة وتقدر ترد على الرسائل من خلال شريط الإشعارات من غير ما تضطر إنك تدخل على التطبيق وترد من خلاله. لو دخلت على الإعدادات هتلاقي إن كل اختيار في القائمة بقى ليه لون مختلف عن التاني بعد ما كانت كلها بلون رمادي بس، وده تعديل كويس بيخليك كمستخدم تقدر تفرق بين الإعدادات بسرعة. أكبر تعديل حصل في النسخة دي هي إن أندرويد بقى بيدعم النوتش اللي في الشاشة زي اللي موجود في الآيفون 10، لأن شركات كتيرة تبنت التصميم ده في تليفوناتها الجديدة زي تليفون زين فون 5 وغيره، فبقيت كمطور تقدر إنك تظهر قطع في الشاشة وتختار من بين 3 أنواع مختلفة من النوتش على حسب تصميم الجهاز. لو دخلت على أدفانسد هتلاقي إنك تقدر تختار الديفايس تيم، بتختار 3 أنواع مختلفة من القطع اللي هيظهر في الشاشة. وبالمناسبة جوجل نقلت مكان الساعة من اليمين للشمال في النسخة الجديدة عشان تناسب التصميم ده برضه. في النهاية معظم التعديلات اللي حصلت في النسخة الجديدة كانت تعديلات جمالية وما فيهاش تطور كبير عن اندرويد اوري، بس ده عشان دي اول نسخة من البريفيو، ومتوقع ان جوجل تنزل نسخ تانية قبل الاطلاق النهائي للنظام. واحنا في عرب هاردوير هننقل لكم التطورات اللي هتحصل في النظام كل لما ينزل بريفيو جديد، فتابعونا عن طريق انك تعمل سبسكرايب، ولو عجبك الفيديو ده اعمل له شير. نشوفكم في فيديوهات تانية، سلام.